ريكورد جبالي. انزل انزل ابو محمد انزل، هاي الفزعه والله هاي جبلية. ابو شباب والله مخيم تركيا يا حبايبنا والله من زمان. ها الرب يا حلاوة يلا 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 بدنا نولعها مع عادون اليوم. أحلى سفرة جيت عبديل شباب وين سافر على الدائرة وين؟ أيام جراح جراح وقفة. اسمع 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 ها 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 ها. اللهم صل عليه. يلا 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 يا حبيب الله محمد. نور ايش ليش هلا كل الضيوف هلا كل جميل. يلا شيل يا مشرح شيل. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم عند أبو محمد الكم المقاسين. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم عند أبو محمد الكم المقاسين. وين البركوية يا بي محمد ويا شهم كريم دع الضيوف مع كل احبابنا. ابداعاتك يا ابو جراح ابدا ولد ولد اضرب. يخطي وانا شايف اسكت وانا طالع من العشق خايف ويلي انا وهو وي. يخطي وانا شايف اسكت وانا طالع لا لا بسوبا ولد يا جماعه وين مسافرين جيرت الله سافلوا 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 يعني السلم والعينها. وين الكرموية وين 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 البلعمي وين, 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 وين.
ولعت مع ابو محمد يا جماعه وين سافر. الله اكبر الله اكبر. هاي يا صلاة النبي يا صلاة النبي. وين شاف العايدون وين؟ هاي هاي خطبوها خطبوها بالجواهر شمشانوها خطبوها خطبوها بالجواهر شمشانوها علموها ولح يا ابو سعود ولح عقبال وقيس الغالي الله حيك ابو شراح يا جماعه وين سافر اللي بحب الله يدينه فوق 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 ارفع ارفع ايدك 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 فوق ها 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 ولح هدي 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 يا جماعه السمر نار يا ادم وين السقف اللي هون نار وين اللي هون الحاره هاي اللي فوق انتوا حبايبي والله اللي بحب اسرانا وابطالنا وجنين وجبل النار يرفع ايده 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 فوق هلا 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 يا عبدة ابو شراح وسعون اسلام يا ابو غمزة من
والله نار 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 شي شي كل أردن أبو الذهب على الأردن على الأردن السمران هاي 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 من بين كل البنات سميت جروحي كل يوم أصغر وبات هاي مدروحي من بين كل البنات سميت جروحي كل يوم أصغر وبات هاي مدروحي كافي العتب كافي اسمك على شفافي كافي العتب كافي اسمك على شفافي عليش هذا الدلال يا باعد روحي عليش هذا الدلال يا باعد يا هون ولا حلم شرح ولا حلم مسعود اتعيش آدم جاني الهوى حملني رسالة جاني الهوى حملني رسالة في هالكتاب وينك يا عيوني في هالكتاب وينك يا عيوني قلبر توا وتحرك شجوي قلبر توا وتحرك شجوي بدي وجهها مسعود يا شباب روح هاي هاي بس يرغول أعطي يرغول كسرت الخزراني جايك الدور يا غولة بيكا بيكا لما بيكا قال لي جايين عند البركاوي قلت له جاهز قال لي عند عم عبد المنعم قلت له يعني ابو محمد يعني شو في ناس تقول لك يعني الدولار ويعني اليورو ويعني الين يعني الشيء لا 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 البركاوي في ناس ملانا مصاري بس انا بقول معرفته احسن من كل المصاري وينك عبد المنعم يعني ابو محمد يعني ابو الكرم يعني رجل اعمال يعني باقي الجبارين يعني وينك ولك وينك الجيكلاس راعي الجيكلاس طب اسمع سكت عليكم الله ارفع خمسة بعين اللي ما يصلي على النبي مش عشاني ولك عشان الله ارفع الخمسة بعين اللي ما يصلي على النبي جباني لف 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 لعيونك يا محمد ولعيونك يا محمد
مميز قولنا من فتحة ولا يعنى على أمير السبحة ترزيق وترتيب جميع الفواكه ونات والمشروبات. اسمع أبو سعود بدي أفضل ما عندك بس تعرف وين تاه لما الشباب اللي حولك يرفعوا العشرة. ارفع 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 انت رافع شو خال معنا انت ولا مش معنا حلاوة معنا حلاوة معنا انا صباح معنا طب صلي على النبي يلا روح 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 ولع وسعوا له مساحة يا شباب شيل صعيدة السلطان أي باسم وحدي وبعدين سعيد أبو شراء لك مرات عدياري هم مرات أريد أشرب وطلعت من داري هم مقروساني عقرة وطلعت من داري هم مكروساني عاقرة هلا بس سلوية بعد عيني يا دم عالجزالة تقرا جنس حوه يا الغالي والله ما يوافونا الصعيد له وعندك آدم وعندك أبو محمد وعندك آل برقاوي وعندك طول كرم وعندك مخيم طول كرم أولاد العم أولاد العم أحمد وعادل والحبايب والأصحاب طب اسمع أنا بدي أقول كلمتين
كلمتين خفاف نضاف خفاف نضاف اللي جاي عشان ابو محمد ومحمد وادم فهم والي بركاوي يا زلمي ارفع خمسة بعين اللي ما يصلي على النبي عيب عليك هذا الحكي ارفع في ناس نادى انا شايف الوضع مش طب اقول لك كل بني ادم يعرف الله يرفع خمسة يلا 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 عشان اقول لا احلى عريس يقمر من قدك مين يقمر من قدك مين يا ابو العين حلوين ادم من قدك مين يا ابو العين حلوين رحت اوروبا وامريكا خلصت من الصين ويا ريت العظمه بايدي يا ابو سعود بكا يا ادم خليك معاي عشان اقول كمان مره ما احلى فرقه فرقه الفنان باسل جبارين بدي اقول يقمر عيا نور العين يقمر عيا نور العين وذميل على الجنبين آدم يا نور العين وذميل على الجنبين وعطينا عصايا بإيدي قول
اسمع البني ادم في له قرايب في له اخوان في له اولاد عم في له اولاد خال فهم بس دائما الصاحب لما يكون فرحك ناقص صاحبك هاي مشكله صح عندك الحبايب يزن وعبد وكرم ورشدي واحمد ومحمد ورافض وعادل والشرقاوي وقطع ولؤي وكل الشباب والمغتربين ادم وميلاد ان شاء الله ربنا بيرجعهم سالمين غانمين ونحبني وعمر بحب اقول لهم كلمتين انضاف اسمع يا ابن البركاوي وعمر سعاد الغالي يا حبيب قلبي وعبود يا روحي واسمع خلي البشر تذكرك بالخير والطيب السمعة الزينة رصيد وغنيمة إن حضرت تلك المسهلة والتراحيب والغبت تذكرك الفوز الكريمة ولاحظ عريس بدي أقول زاد الهوى في قلبي واصبح عاشقا لا ذنب لي بل كنت شبه مغيبة ما عاد لي في الدنيا شيء غيره فأنا وقلبي وباسل جبرين وعزة ملحم والجبالي وسان مورس والطيب والشرش والبركاوي ودور شويكي ودور ثابت من كهون وإيش داد الخدمات الأمنية بس همش كرم نصر الله تحييك من هين لغاد وعيوني عمر السرية شوف جويكي وش حالاته طعم الخديدو طعم الجاتو انا شوف جويكي وش حالاته طعم الخديدو طعم الجاتو والبركة ومعذب الدنيا وتسمع فيهم مكسراته وابراهيم معذب الدنيا وتسمع فيهم عائلاته واحمد هالسعي يجيني بخدود معسل بحريني ابن العم وهالسعي يجيني بخدود معسل بحريني مثل الكحيلة يا محمد على راسي وعلى عيني والسبحة نظراته تذبح ما في مثله فوق المسرح مثل الكحيل الفواكه بالساحة لمنها تقدح ناعم عودة وحمر خدودو والشفايف جنهن توتو هاي 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 ناعم عودة وحمر خدودو والشفايف جنهن توتو واللي ما يحبك يا غالي خذها مني خذها مني أنا خذها مني ريتو يموتو يا عبود ويا حمود حصريا عند البركاوي انتو ثبات على الثوابت نعم شباب البركاوي Thank you.
شباب شباب البركاوي الكنعان والشربجي، يعني وينك الدهن بالعتاقي؟ يعني من ايام مجمع الحواري، صح ولا لا؟ صح ولا لا يا صدوكا؟ صح ولا لا؟ يعني الشغل الصح، يعني الاصلي، يعني الاورجينال، يعني اقول لك ابو سعود احرق البلد يا يزن يا حبيبي. نعم الله يا شباب، ادينا شوي